السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو عطلة من A4Design. إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول إن أنا أشرح ببساطة جدا الفرق بين الفيكتور والراستر، بحيث إن هو الموضوع ده بيبقى محير في البداية بالنسبة للجرافيك ديزاينرز اللي هو لسه بيبدأ إن هو يتعلم. إن شاء الله هنحاول نخلص يعني نتخلص من كل اللخبطة ديت ونشرح الفرق ما بين الفيكتور والراستر. مبدئيا كده الفكرة العامة اللي إحنا عايزين نوصل لها من الفيديو ده ان الراستر هي الصوره اللي بتبكسل او بتنغمش، الفيكتور هي الصوره اللي ما بتنغمش او ما بتبكسلش. تمام، دي الفكره العامه. تعال الاول نشرح يعني ايه راستر. زي ما احنا شايفين كده الصوره الراستر تتكون من مجموعه من البيكسلز. يعني ايه بيكسلز؟ اعمل زوم كده على اي صوره عندك على الجهاز، اعمل زوم للاخر على الصوره، فانت هتلاحظ في الاخر وانت اخر نسبه زوم بتوصل لها الصوره ان الصوره بتتكون من فيها مربعات صغيره جنب بعضها. بالظبط دي هي البيكسلز. يعني ايه بيكسلز؟ يعني كل المربعات ديت لما بتتحط جنب بعضها بالوان مختلفه بتدرجات مختلفه من الالوان بتديني الشكل العام للصوره. زي ما احنا شايفين كده كل ما بنرجع للصوره المربعات ديت عيني ما بتلاحظهاش، ما بتقدرش ان هي تلاحظها لانها بالملايين. كل ما برجع كل ما بحس ان الصوره وضحت اكتر، فكل ما بزود عدد البيكسلز كل ما الصوره عندي بتوضح اكتر. معظم الصور اللي بنشوفها على الانترنت تقريبا هي من النظام الراستر، زي الصور الفوتوغرافيه اللي هي بيبقى متكونه من عدد كبير جدا من الراستر، من عدد كبير جدا من البيكسلز. لو جيت مثلا تشتري كاميرا او تشوف الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعك بيبقى بتتحدد بالميجا بيكسل، في من ضمن الخصائص بتاعتها بتشوف هي كام ميجا بيكسل. كام ميجا بيكسل دي؟ يعني الصوره اللي بتخرج منها فيها كام عدد من المربعات اللي هي البيكسلز، بحيث ان هي دي بتبين مدى وضوح الصوره ونقاوتها. نيجي بقى للفيكتور. الموضوع مش معقد ولا حاجه، بس ركز معايا شويه سنه بسيطه. الفيكتور بيتكون من صيغه رياضيه بحيث ان هي بتقول المسارات بتاعت الاشكال اللي بنصيغها سواء مربعات او دوائر او مثلثات، بتقول المسار دوت ازاي كل مره يتشكل وازاي يحدد لونه ولون الحدود بتاعته. فهو الفيكتور عباره عن صيغه رياضيه من موجوده في البرنامج بتاع التصميم نفسه. برده مش واصل لي الفكره، تعال نشوف مع بعض. لو جينا فتحنا برنامج الاستريتور، الاستريتور دايما بيدعم صيغه الفيكتور، بس اي حاجه برسمها عليه او بشتغل عليه فيها هي فيكتور، يعني ما فيهاش اي راستر خالص. تمام، ده اللوجو على الاستريتور. تعالى كده اعمل زوم على اللوجو دوت وانت في برنامج الاستريتور. مهما عملت زوم بتلاقي الحدود بتاعتك شارب نقيه جدا ما فيهاش اي نغمشه. ليه؟ لانها فيكتور. تعالى كده بص على نفس اللوجو بس في برنامج الفوتوشوب بقى. تمام، واعمل زوم برضو. ده بالظبط اللي بتشوفه وانت ما بتعمل زوم على اللوجو. هو عباره عن مربعات جنب بعضها، كل مربع ليه تدرج لون معين، بحيث ان المربعات دي كلها لما بتتجمع مع بعض بتبقى راستر، بتبقى الصوره بتاعتنا. طيب احنا قلنا الصوره الفيكتور بتبقى متكونه من صيغه رياضيه، الصوره الراستر بتتكون من عدد البيكسلز او المربعات اللي بتكونها. طيب نيجي بقى للفكره اللي احنا اصلا عايزين نوصل لها، ليه الراستر بيبكسل وليه الفيكتور ما بيبكسلش؟ ببساطه جدا، لو انا عندي عدد مربعات معين في مساحه معينه اللي هي مساحه الصوره بتاعتي اللي هي الراستر، جيت انا كبرت المساحه ديت وعندي نفس عدد المربعات بتاعتي، نفس عدد المربعات اللي هو نفس عدد البيكسل، وزعتها على مساحه كبيره اكبر من مساحتها الاصليه، فعيني هتشوف عدد مربعات قليل جدا في مساحه كبيره جدا عليه. فبالتالي البيكسلز دي بتحاول ان هي تملى المساحه ديت عشان تغطي كل البيكسلز ديت ما تبقاش فاضيه. فبالتالي عيني بتشوفها ان هي البيكسلز عددها قليل. زي ما قلنا كل ما بزود عدد البيكسل كل ما الصوره واضحها بيزيد. اللي انا عملته بالظبط ان انا قللت عدد البيكسلز عشان انا وزعته على مساحه كبيره. فلما قللت عدد البيكسلز عيني بتشوف الصوره مش نقيه، بتشوفها منغمشه او مبكسله. زي ما احنا نشوف الفرق ما بين الصورتين دولت، الصورة اللي على اليمين هي نفس الصورة اللي على الشمال، بس الفرق ما بين الصورتين ان الصورة اللي على اليمين دي عدد البيكسلز فيها قليل جدا، فأنا شايفها مبكسلة
بيكسلز اللي احنا شايفينه ده عدد البيكسل. الصوره اللي على اليمين مع اللي على الشمال البيكسلز فيها بتزيد جدا لدرجه ان عيني مش بتلاحظها. هل اللي على الشمال دي ما فيهاش بيكسل؟ لا، هي متكونه من بيكسلز برضو، بس البيكسلز فيها كتير كبير كتيره جدا زي ما احنا شايفين، عيني من بعيد ما قدرتش تلاحظها غير الصوره اللي على اليمين. فانا كل ما بزود المساحه وعدد البيكسلز بتاعتي قليله، كل ما الصوره بتنغمش. كده فهمنا يعني ايه راستر وازاي بتبكسل او بتنغمش. على النقيض بقى الصوره الفيكتور، احنا قلنا ان الصوره الفيكتور بتتكون من صيغه رياضيه. الصيغه الرياضيه دي كل مره بغير مساحه الشيب بتاعي، الحاجه اللي انا راسمها، كل مره بتقول له انت زودت ده بمقدار كذا، وده والعرض الطول بمقدار كذا، والعرض بمقدار كذا، فبالتالي اللون بتاعك هيبقى فيه كذا، والحدود بتاعتك اللون بتاعها هيرجع هيزيد بالمقدار ده، وبالتالي الصوره كل ما بغير الساس بتاعتها او بكبره او بصغره، كل مره بيحافظ على الانفورميشن بتاعته، كل المعلومات بتاعته بتفضل ثابته فيه. ده الفيكتور وليه ما بيتكسلش. نيجي بقى نتكلم عن عيوب الراستر. زي ما احنا قلنا ان الراستر بيتكون من عدد بيكسلز جنب بعضها، وكل ما زودت عدد البيكسلز ديت الصوره بتبقى نقيه اكتر. بس الضريبه على كده، كل ما بزود عدد البيكسل، كل ما المعلومات اللي انا بدخلها في الصوره كتيره، فبالتالي حجم الصوره بيزيد، فبالتالي بيحتاج مساحه تخزين اكبر من المساحه اللي قبل كده. العيب الكبير في الصوره الراستر اللي هو بيقع فيه معظم المصممين، هي ان انت بتكبر الصوره الشيب بتاعك او الصوره بتاعتك، عمليه التكبير والتصغير بتاعته. ان انت تصغر صوره الراستر ديت ما فيهاش مشكله خالص، بس المشكله بتظهر امتى؟ لما تيجي تكبر الصوره بصيغه الراستر. ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا ان انت كده بتخلي البيكسلز بتاعتك تتوزع على مساحه كبيره، فبالتالي بتبدا هنا تبان النغمشه بتاعت الصوره والبكسله بتاعت الصوره، وده عيب بيظهر كتير جدا في مصممين كتير جدا بيقعوا فيه اللي هم لسه بيبقوا مبتدئين فيه. فانت انك تصغر صوره الراستر ديت براحتك ما فيهاش مشكله، انما الحته اللي انت تاخد بالك فيها وانت بتكبر صوره الراستر، ما تكبرهاش عن حد معين عشان ما يبانش النقص في عدد البيكسلز بتاعتك. الميزه بقى في الصوره الراستر، زي ما احنا قلنا معظم الصور اللي بنشوفها على النت والصور الفوتوغرافيه هي كلها تقريبا راستر. الفكره في كده بقى ان انا ممكن اعدل على الصور الراستر اللي هي الصور الفوتوغرافيه واعمل لها ريتاتش، فدي ميزه في النهايه ان انا يبقى عندي الصوره راستر. عيوب بقى الصوره الفيكتور، لان الصور الفوتوغرافيه بتبقى كلها راستر، كلها متكونه من بيكسلز، فانا ما عنديش في الفيكتور اللي هي النقط ديت اللي هي البيكسلز عشان اعدل عليها، لان انا الفيكتور عندي بيتكون من صيغه رياضيه بتقول لي المسار ازاي يتشكل، فانا اي صوره فيكتور عندي ما ينفعش اعدل عليها بنفس الخصائص اللي كنت بعملها ريتاتش على الصوره الفوتوغرافيه. الميزه بقى في الصوره الفيكتور ان هي ما بتبكسلش، يعني انا ما بشيلش هم ان انا اكبر الحاجه الفيكتور او اصغرها، لان انا في كل مره ما بكل مره الصوره بتتشكل ذاتيا بالصيغه الرياضيه اللي فيها. نيجي بقى نلخص اللي احنا قلناه، استخدام كل واحده من دولت بيبقى في ايه. اللي احنا لخصناه واللي احنا وصلنا له ان اي صوره فوتوغرافيه، اي صوره بتتعدل عليها كريتاتش او تعديل الوان او اضاءه، فهي بتبقى صوره بيكسلز، بتتكون من بيكسلز، فهي صوره راستر. فبالتالي الراستر هو اللي بتعدل عليه من برنامج الفوتوشوب، او بيحتاج تعديل الوان او اضاءه، تمام. الفيكتور بقى هو الحاجات اللي انا عايزها ما بتبكسلش معايا، زي ايه؟ زي اللوجوز والشعارات بتاعت الشركات. انا شعار الشركه او اللوجو دوت انا محتاج اطبعه على كروت، انت محتاج اطبعه على بانرز، محتاج اطبعه على فلاير، ممكن اعمله اعلان بحجم عماره او مبنى كبير جدا. فبالتالي مهما كبرت الصورة ديت أو اللوجو ده، أنا مش عايز أحمل هم إن أنا أكبره لحاجة كارت شخصي أو أكبره بمساحة مبنى كامل عشان أحط إعلان. فبالتالي اللوجوز بتاعت الشركات بتتعمل بصيغة الفيكتور عشان تحافظ على البيكسلز بتاعتها في أي تصميم يتحط فيه، هيتحط عليه ده هيفضل محافظ على البيكسلز بتاعته مش هينرمش. ونيجي لأهم برنامجين بيدعموا كل صيغة. الفوتوشوب بيبقى من اشهر برامج تعديل الصور الراستر، في برضو شيبس اشكال بتترسم بصيغه الفيكتور، بس هو
معظم شغله بيبقى تعديل على الصور بالراستر. برنامج الادوبي الستريتور هو من احسن البرامج في ان انت تتعامل مع الفيكتور، وهو اشهر برامج الرسم اللوجوز والشعارات الشركات. في النهايه احب اكون قدرت ان انا اوصل الفرق ما بين الفيكتور والراستر باسلوب سهل جدا وبسيط جدا، واتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله ده هيبقى فيديو من سلسله فيديوهات تانية في تعليم برامج الجرافيك ديزايننج والجرافيك ديزاين عموما. لو عندك اي اسئله ممكن تسالها في الكومنتس تحت، او تسالنا على البيج بتاعتنا ايه فور ديزاين، اللينك هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. انا عمرو عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.